السؤال رقم 19 مجموع على أسئلة اختبار القدرات، عددان مجموعهما 10 والفرق بينهما 12، فما هذا العددان؟ ما نعرف العددان، نفرض عددان سين وصاد، إذا سين زائد صاد بيساوي 10، وفي نفس الوقت سين ناقص صاد بيساوي 12. المعادلتين تؤلفان نظام، نوجد حال هذا النظام، لابد نحن نوجد المتغير الأول ثم الثاني، فإذا لابد نحن نحذف هذه المتغيرين. طريقة الحذف هو الجمع، نجمع المعادلتين سين وسين 2 سين، هذا بيروح إذا يعطينا 22، نقسم الطرفين على 2 على 2، إذا سين بيساوي 11، إذا وجدنا قيمة العدد الأول، نعوض على طول سين زائد صاد بيساوي 10، ارفع السين حط 11، زائد صاد بيساوي 10، إذا صاد بيساوي ناقص 1، إذا عددان هما 11 وناقص 1.